لحد كده خلينا لحد كده احنا برضو بنتكلم عاطفيا. خلينا نتكلم واحدة واحدة. الدكتور عمرو دراج بيقول مرسي لم يقبل بإقامة دولة فلسطينية على أرض سيناء، ولو كان وافق على هذا الكلام حقا لما حدث الانقلاب بعده أو ضده. ببساطة يعني خلينا بالعقل كده يا مخرف، لو ان الرئيس مرسي كان وافق فعلا على إقامة دولة داخل سيناء للفلسطينيين، ده كانوا الإسرائيليين بس رجله، ده كانت عمله تمثال في تل أبيب، ما انتهت القضية خلاص، ليكوا دولة وخشوا اقعدوا في سيناء وانتهت القصة على كده.